حضراتكم امبارح في خبر بيقول انه حصول جمهوريه مصر العربيه ممثله في هيئه الدواء المصريه على اعتماد منظمه الصحه العالميه في مجال اللقاحات، وكان في تقرير حضراتكم كلنا يعني كاعلاميين قريناه، وكان بيقدم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الدكتور، تقرير خاص بالدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصريه نفهم اعتماد منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع ايه معناه ايه واهميته ايه. ضيفي الدكتور صلاح سلام نقيب اطباء شمال سيناء واستاذ في كلية الطب. مساء الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير، اهلا استاذ اشرف بيه. دكتور بعد اذن حضرتك كده على طول، يعني ايه حصول جمهورية مصر العربية ممثلا في هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات بكل بساطة كده؟ نحاول بكل بساطة احنا عندنا هيئة مصر للقاح. تمام. هيئة مصر للقاح دي جهة شركة متخصصة من الشركات القابضة اللي بتعمل في مجال استخلاص كل مشتقات الدم، استخلاص عمل اللقاحات، وعندنا كثير من اللقاحات اللي بيتم تصنيعها في مصر، يعني احنا ما بنستوردش كل اللقاحات. لكن هي الطفرة اللي خلت العنوان ده يتكلم عنه رئيس الوزراء هو ان احنا تم اعتماد بعد المرحلة الثالثة من علاق من لقاح فيروس كورونا المصري. يعني تم تصنيع لقاح مصري بعد ما عدى بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بنجاح، واعتمدته منظمة الصحة العالمية، فبقى زيه زي جونسون اند جونسون، زيه زي أسترازينيكا، زي فايزر، زي سينوفاك وهكذا. ولكن هو أعلى شوية من سينوفاك لأنه بنظام تقنية ماسنجر ار ان ايه اللي هي التقنية المعقدة شوية اللي هي موجودة في لقاح فايزر وفي لقاح أسترازينيكا. دكتور حضرتك بتقول لي انه مصر صنعت لقاح اختراع خاص بمصر بجمهورية مصر العربية. نعم نعم، هو لقاح مصري بتصنيع مصري، ودي اول دولة في الشرق الاوسط بتصنع لقاح مضاد لكورونا لفيروس كورونا خاص بيها، خاص مش بيها، مش مشاركة مع اي جهات اخرى وليس مستوردة، وليس زي السينوفاك او اللي هو اللي كنا بنجيبه في سينوفارم، سينوفارم اللي هو بنجيبه في تانكات. أيوة. ونعبيه ونصنعه في مصر هنا. يعني. كنا بنجيبه في تانكس. نعم. معينه من الصين وبعدين لا، ده بيتصنع دلوقتي لقاح مصري خالص. معناها ان احنا مرينا بالتجارب السريريه، واحد واثنين وثلاثه. واحد واثنين خلصناهم. اعتمدنا الثلاث مراحل، وبناء عليه منظمه الصحه العالميه وافقت على انه تكون مصر يعني احد الدول المصنعة للقاحات. ده نوع من الثقة العالمية في هذا المنتج المصري اللي بيعكس انه هيئة مصر واللقاح في مصر هي هيئة معتمدة دوليا لتصنيع اللقاحات. ده سر الفخر السيد رئيس الوزراء بالإعلان بنفسه عن هذا الموضوع. طب وهل هذا اللقاح احنا سميناه حاجه؟ اسمه حاجه يعني اسمه؟ والله انا مش عارف الاسم تم يعني تسميته الاتفاق عليه يعني، ولكن الاتفاق عليه. لكن هو طيب. تم الانتهاء من مراحل احنا صنعناه حضرتك في المختبرات المصريه كويس، وتجربناه على كذا. لا، عدى الثلاث مراحل، عدى مراحل التجارب التلاتة. طب احنا اصلنا ايه بقى عشان نصنع هذا بقى المنتج ونقدر ان احنا نديه للمصريين او نديه للخارج؟ خلاص احنا دلوقتي ممكن نديه للمصريين وممكن نصدره. حسب طاقة التصنيع طبعا. هل انا عندي طاقة تصنيع تكفي محليا؟ ولو ان احنا عندنا 80 مليون جرعة على فكرة من كافة الانواع. نعم. يعني احنا اول دولة تقريبا، وده مش كلام، نوع من الـ احنا من الـ مبالغة. نعم. احنا اول دولة افريقية توفر لابنائها هذا الكم الرهيب من اللقاحات. احنا عندنا تقريبا وصلنا دلوقتي ل 45% خدوا الجرعتين. هو حضرتك 44 الخبر بيقول 44 مليون مواطن يحصلون على تطعيم كورونا رغم الازمه العالميه. بالظبط كده، يعني احنا وصلنا 44 ل 45، 44 وكسور، ان احنا خدوا الجرعتين. تمام. لكن ده في ناس عندنا واخده جرعه،
يعني لسه في دول اكتر، وفي ناس اخذت 3 جرعات، والفريق الطبي بالكامل خد ال3 جرعات. ليه منظمه الصحه العالميه وكل دول العالم هدفها هو انك انت تطعم 70% من شعبك؟ ليه؟ عشان تعمل نوع من مناعه القطيع. مناعه القطيع هو انه كل الناس تكون خدت كل الناس المستهدفه. 70% من شعبك هو المستهدف، اللي هم كبار السن والمرضى والطاقم الطبي والمعرضين اكتر، لكن اللي في سن الشباب بيكونوا اقل عرضه لهذا الموضوع. احنا من حسن حظنا ان مصر 60% منها شباب، ده برضو قلل عندنا نسب الوفاه والهجوم الشرس اللي كان على المستشفيات اللي موجود في اوروبا، لانها دوله عجوز. نعم. احنا دوله شابه. نعم. فعندنا 60% من الهرم السكاني عندنا مقلوب، صحيح انه في 60% شباب و40% اللي هو في متوسط العمر الاكبر، لكن دول اوروبا عندها متوسط السن فوق 70. نعم. فطبعا يعني كانت الاصابات اكتر ودخول المستشفيات اكتر نسبيا. نعم. بالنسبه لعدد السكان طبعا. تمام. طيب انا عندي هنا جاء في التقرير من الدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصريه، جاء من ضمنه ويسهم، انا اسف، وتؤهل مصر ان تكون احدى دول المرجعيه التي يمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي عالميا. يعني ايه الجمله دي؟ الحقيقه طبعا هي هيئه الرقابه الدوائيه هي المنوطه بمراقبه كل الادويه التي يتم تصنيعها. عظيم. فهيئة الرقابة الدوائية دي أحد مؤسسات هيئة الدواء. نعم. هيئة الدواء كذا هيئة يعني. كويس. كذا كذا مؤسسة يعني. آه. فهيئة الرقابة الدوائية بعد إنتاج هذا اللقاح المصري اللي يعتبر من الأنواع القوية لأنها من المسنجر آر إن إيه، يعني إدى مصداقية كبرى بعد أن وافقت منظمة الصحة العالمية لهذه المؤسسة، فأصبحت مؤسسة معتمدة على المستوى الدولي لأنها تبقى مرجعية في رقابة على كافة الأدوية اللي بتصنعها أو اللي ممكن تدخل عندها وتدي فيها رأي. تمام؟ تدي فيها رأي جوه مصر، إنما مش بره مصر. لا طبعا جوه مصر. جوه مصر فقط. إنها تستخدمها ولا ما تستخدمهاش؟ آه. ما تستخدمهاش. خلي بالك حتى الأدوية اللي احنا استوردناها، اللقاحات اللي احنا استوردناها، تم عن هيئة اللقاح، هيئة الدواء المصرية اختبرت كل ده قبل ما تجربه على المصريين. طبعا. تمام؟ طبعا. يعني لما اعتمدته جربته. اه. دخلته يعني. ايوه. بعد اعتماده. يعني احنا ما اديناش سينوفاك او سينوفارم الا بعد ان تعرض لتجارب وتمت الموافقة عليه، وبعد كده تم اعطائه للمصريين. معنى كده ان احنا نقدر نفتح الباب للمستثمر الاجنبي او حتى المستثمر المصري انه يخش في هذا المجال. هو مجال التصنيع الدوائي ده مجال يعني يكاد يكون افضل من صناعه السلاح. يعني اذا كان هو يعني في مصر جت في وقت من الاوقات كان بتصدر ادويه ل 129 دوله. مصر كانت بتصدر ل 129 دوله، تقلصت بعد يناير من أهم 2011 من اهم الدول، معظم الدول الافريقيه. كويس. وبعض الدول الاسيويه كانت بتصدر لبعض الدول الاسيويه، كان بتصدر للاردن، بتصدر لليمن، وكان بتصدر لسوريا. كان بتصدر لكثير من الدول، حتى دول في دول صغيره في شرق اسيا. نعم. طبعا بنوع من التبادل يعني، هم طيب. احنا بنستورد منهم. آه. وبنصدر لهم. 129 دولة. تقلص هذا الأمر كثيرا بعد ثورة يناير 2011، وبدأت الاعتماد أكتر على الاستيراد. فإحنا بنحاول نرجع تاني لعملية إعادة بناء الهيكل الدوائي في مصر. وأعتقد ده يعني هم هيئة الدواء الأكثر الناس يقدروا يتكلموا على الموضوع ده لأنهم ده مين تخصص. أكتر في جمهورية مصر العربية بيصنع دواء في مصر، او بيصنع بيجمع whatever اللفظ، بس المهم ان هو بيصنع في مصر. بص مصر بيكتب عليه صنع في مصر. هل الحكومه ولا القطاع الخاص اكتر؟ ما هو احنا كان عندنا شركات حكومه كبيره جدا، شركه اسكندريه وشركه سيد وشركه. آه. بس الشركات دي تراجعت.
تراجعت كثيرا شركات القطاع بسبب الخاص. الإدارة ولا بسبب؟ والله انا ما اقدرش اتهم حد واقول اداره لانه ده مش شغلي، انا ما بفهمش فيه. تمام. يعني لكن هي تراجعت ايا كان السبب، هي تراجعت زي صناعه الغزل والسمنه والنسيج، تراجعت صحيح وهكذا. هل بقى اداره قديمه موروثات وحاجات معينه؟ نعم. الله اعلم. لكن احنا لابد ان يكون في جزء من تصنيع الدواء تملكه الدوله عشان تبقى منافس وعلشان تقدر تقلل سعر القطاع الخاص. يعني انا لو جبت لك مثل بسيط، اتفضل. فيتاسيد كالسي في قرص الفوار ده كان بتاع شركه سيد، قرص رخيص جدا. تمام. وفعال جدا. تمام. في ازمه كورونا العلبه دي اللي كان فيها 12 قرص فوار، ايوه، كان ب 16 جنيه. تمام. اللي زيها مستورده كانت بحوالي حاجه و70 جنيه. طبعا فرق كبير جدا، والجوده بتاعتها كويسه. مش كده؟ فرق كبير جدا. بس هو ده المطلوب. حتى لو حركت سعرها شويه علشان الشركه ما تخسرش وبنفس الجوده دي، فطبعا انا في الاخر المواطن ان هو الكسبان، بدل ما ياخد حاجه مستورده بحاجه و70 جنيه. ده مثل انا كمستهلك بقول عليه، بلاش كطبيب يعني. ايوه. وقص على ذلك. فلا بد ان يكون دور للدوله في التصنيع الدوائي علشان تحافظ على التوازن في السوق، وده يعتبر برضو امن قومي للدوله. طيب. لانه زي ما في امن قومي للغذاء، في امن قومي للدواء. طبعا الدواء مهم جدا، الدواء والغذاء دول ركائز اساسيه في الولد، في مطلوبه للانسان يعني. ولكن بشكل عام معلش يعني كمعلومه لو حضرتك يعني تساعدني فيها، القطاع الخاص ليه دور كبير ولا القطاع العام هو اللي دور اكبر؟ لا، هو حاليا القطاع الخاص اللي له دور اكبر بكتير. كل دول العالم بهذا المنطق ولا مختلف؟ لا، هذا كل دولة ليها ظروفها. يعني لا يمكن أن تطبق نظام يمشي في أمريكا يمشي عليا. كويس. أنت فاكر زمان لما يقول لك أنت حقوق الإنسان بتاعة أمريكا أيوة. لا تنطبق على حقوق الإنسان بتاعة مصر؟ بالظبط. هم اليوم مفاهيمهم وليهم تجلياتهم الخاصة وليهم يعني قناعاتهم، وأنت ليك قناعاتك وليك عاداتك وتقاليدك ومواريثك وهكذا. وكمان انا لما اتكلم عن ان انا الاستثمار يبقى في ايه، هو يستثمر في ادويه ايه وانا استثمر في ادويه ايه، تختلف. انا عندي فيروس سي، طب اصنع فيروس ادويه فيروس سي في مصر، هو ما يهموش هذا الموضوع مع انه هو اللي عمله او اللي صنعه، وان كان اللي صنعه عربي اصلا، يعني من مصر، من اصل مصري لبناني اللي صنع دواء فيروس سي. حلو المعلومه دي، عشان انا كنت في المقدمه بتكلم عن موضوع فيروس سي وقد ايه احنا مصر بذلت جهد عشان تقضي على فيروس سي في مصر. بالظبط كده. وعلى فكره كان علبه فيروس سي ده علاجه 28000 دولار العلبه، 28000 دولار. كويس ان انا ما بالغتش لما قلت ان لا لا كان ب 28000 دولار. طب سؤال بقى معلش يا دكتور صلاح، يعني بعد اذنك، يعني ايه، فهمني يعني، فهمني ازاي يعني. احنا طبعا اللي انا هقوله دلوقتي ده بنحمد ربنا عليه وبنحمد القياده السياسيه وبنحمد وزاره الصحه. يعني ايه العبوه حضرتك، العلاج لفيروس سي مصر بتديها للمواطن المصري بولا مليم، وكمان بتساعد بعض الدول اللي حوالينا ان هي برضو لو في عندها فيروس سي تعالجه، في حين دول تانية عظمى عندها الامكانيات بتدفع عشان تاخد وتتعالج من فيروس سي زي ما حضرتك بتقول الاف الدولارات. ازاي؟ اقول لي زي يعني احنا كنا بنصرف بوجه اخر على مريض فيروس سي اكتر من المبلغ ده. عندنا كان يعني لو قلنا احصائيه بسيطه، مش هقول 10 مليون، هقول 8 مليون. ده لما كان بيخش بقى المستشفيات ويشغل الاسره وياخد ادويه واستسقاء وفشل كبدي وعناية مركزة، لا كان بيكلفني أكتر بكتير. لا، أنا أعالجه وأمنع كل المصايب اللي بتحصل أفضل بكتير من أني يعني أصرف على مضاعفات مرض فيروس سي. فأنا كنت بصرف على مضاعفات فيروس سي وسرطان الكبد الناتج عن فيروس سي، بصرف ملايين الدولارات. تمام. فلا، أفضل أن أنا أعالج المريض المصري
وطبعا هو السيد الرئيس تدخل شخصيا في الموضوع ده، بالظبط قصة طويلة طويلة بالظبط. وضغط شديد جدا جدا جدا، لغاية ما نزل من 28,000 دولار ل 1000 جنيه مصري، وبعدين نزل ل 500 جنيه مصري، وبعدين التلات علب ب 1000 جنيه مصري، تمام، علشان في الاخر يتصرف في التأمين الصحي لمرضى فيروس سي، وان احنا نصل لعلاج اكتر من 6 مليون لغاية دلوقتي او اكتر، ونقارب للاعلان عن الانتهاء عن فيروس في سي. حين الدول اللي هي بتبيع العلاج بتاع فيروس سي ده بآلاف الدولارات، هو عشان اصلا عددها عدد الناس المصابين عندهم مش كبير، قليل جدا. كان بالظبط كده، صح كده؟ وهو طب برضو تعالى بقى عنده، حضرتك هو بقى، عنده تأمين صحي برضو، ما انا فاهم انا عنده فاهم، بس تأمين صحي. يعني في الاخر في مواطن عنده في امريكا ولا في اي بلد بياخد هو عشان يتعالج من فيروس سي بآلاف الدولارات في بس الاخر من يعني. خلال التأمين الصحي برضو. ماشي، طب ده في فيروس سي، طب وفيروس كورونا اللي حضرتك الثمانية مليار مواطن في الكرة الأرضية كانوا قاعدين في البيت، إحنا الدولة المصرية كانت بتعالج المواطن المصري في المستشفيات الحكومية ببلاش ولا مليم، صح كده؟ يعني يدي لك البروتوكول العلاج بتاعه ولا صحيح حاجة، صحيح صح كده؟ صحيح وموجود ومتوفر في الصيدليات بفضل الله، وكان القادر كان يشتري عشان يتعالج في البيت. نعم. طب الدول التانية اللي كانت بتدي الدواء ده بفلوس أو البروتوكول ده بفلوس، لا، هو بقى كل دول العالم كان بتعالج فيروس كورونا كورونا ببلاش، ببلاش، ببلاش كل دول العالم، واللقاح ببلاش، ده كلام ما كانش فيه يعني. لكن هي احتكرت في الأول يعني مجموعات الأدوية، فاكر القرصنة والماسكات ايوه والبدل بتاعت كان فيها قرصنة، إنه المركب رايحة لإيطاليا تاخدها مش عارف فيه وهكذا. لكن كل العلاجات لفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم كانت مجانا، واللقاحات كمان كانت مجانا، وإحنا حزينا نفس الحزم الحمد لله برضو، برغم إن إحنا مش دولة يعني ذات اقتصاد قوي، لكن إحنا الدولة الأولى في أفريقيا اللي وفرت هذا اللقاح وهذه الأدوية لشعبها مجانا، وده برضو يحسب للدولة للأمانة يعني، في ظل ظرف اقتصادي صعب، لأنه كان في توقف لمعظم اقتصاديات العالم، صحيح وطبعا اقتصاد العالم أنت بتتأثر بيها صحيح مهما تقول أنا ما تأثرتش، النمو بتاعي ما انخفضش، لا، شوية شوية أنت تأثرت وبقى عندك مشكلة في النمو الاقتصادي، لكن كل النمو الاقتصادي على مستوى العالم حصل له انخفاض بسبب كورونا، وبعد كده سلاسل توريد، وبعد كده الأزمة الأوكرانية، يعني توالت الأمور ورا بعضها. لكن يعني احنا في المجمل في الطب في مصر، صحيح انه الدولة تتحمل من علاج المواطن حوالي 35%، والقطاع الخاص يتحمل 65%، لكن احنا عندنا مشكلة يا استاذ اشرف، احنا بنزيد 2 مليون ونص كل سنة، بالظبط، فانت مهما يعني انتجت، ومهما يعني زي ما بيقول رجل الشارع قطعت نفسك وانت بتشتغل اقتصاد، مش هتقدر يعني تواكب ان انت بتزيد 5 اضعاف بعض الدول الصغيرة اللي جنبنا في كل سنة، يعني كل سنة بتزيد 5 اضعاف دولة، صحيح، فمش ده مستحيل. ان انت مهما تتوسع في اسرة المستشفيات، مهما تعمل مدن طبية سواء دولة او بنظام مشترك او هكذا، مش هتقدر تبقى تغطي التأمين صحي شامل في فترة وجيزة، إلا إذا قدرت تكبح يعني عجلة الانفجار السكاني، لأنه يعني السكان نعمة وليس نقمة، مش هنقول إن إحنا مش ولكن لكن لما تكون مش نعمة بالشكل منتجة، ده. لما تكون نعمة منتجة، نعمة تعمل، نعمة تنتج، نعمة ترفع الاقتصاد، نعمة تدي في الآخر ناتج قومي. عشان كده عندنا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أعلن ناتج عنها قومي، صمت الرئيس. فلكن أنت بتجيب عدد كبير من الأطفال، وأنت ما عندكش الإمكانية أنك تربي وتعلم بالظبط، وتنتج وهكذا، وبعدين تدخلهم جامعات وتقول أنا معايا ليسانس آداب يلا وظفوني، وأنا معايا بكالوريوس تجارة يبقى مش لاقي شغل وقاعدة مش عارف إيه، الدولة عايزة إيه؟ شوف الدولة عايزة إيه ودخل ابنك.
لا وغير كده كمان حضرتك احنا الدخل بتاع بيتنا قد ايه بالظبط كده، وقد ايه اتاثر على مدار السنوات اللي فاتت، مئات السنين اللي فاتت، اذا كان بالحروب، اذا كان بالمظاهرات اللي حصلت والثورات اللي حصلت في مرينا بيها، يعني اكيد كان في ترسبات وقرارات اكيد ما كانتش صحيحه. غير موضوع بقى كمان الزياده السكانيه، طبعا الزياده السكانيه تلتهم كل اي نمو اقتصادي. طب دكتور بعد اذنك عشان الوقت يعني قليل، ترد على الناس اللي بتقلل من قيمه ان احنا عندنا تصنيع للادويه في مصر، يقول لك انتوا بتجمعوا يا عم. ده الحقيقه مش تخصصي عشان اقول فيه اتكلم بيه في باسهاب يعني واكون صريح معاك، لكن احنا محتاجين ان احنا ندعم هذه الصناعه في مصر. محتاجين ان احنا مش بس نجيب النو هاو من بره ونصنعه، احنا بنجيب النو هاو من بره وبنصنعه. احنا محتاجين ننتج نيوكلاس، النواه الاصليه بتاعت الدوله. بس انا عارف يا دكتور، صلح لي انا وانا غلطان، ان واحد من اهم الدول دي واحده اللي هي الدنمارك اللي بتصنع الانسولين، ويعني انا مش خبير طبعا، صلح لي بعد اذنك يعني، والانتيبيوتيك والحاجات دي، دي واحده، دي اشهر دوله في العالم يعني. كل الدول بتنتج، ما انجلترا بتنتج، امريكا بتنتج، اليابان بتنتج، الصين بتنتج، الهند اكبر كم من الادويه ممكن تلاقيه في الدنيا تاي هندي. كويس. تمام؟ فالسعوديه دلوقتي بتنتج. كويس. بتجيب النو هاو من عندها؟ جزء بيجيب من عنده وجزء من بره. فاحنا احنا كام؟ احنا 104 مليون. احنا كام دوله من دول الجوار؟ احنا لازم نبقى 4 أضعاف دول او 5 أضعاف دول. كويس. علشان نقدر نتكلم ونقول احنا بننتج بصوت عالي. يعني عايز تقول لي حضرتك ان عدد الدول اللي في الكره الارضيه اللي بتنتج الدواء وعندها النو هاو كبير ولا صغير؟ لا كبير. 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 مش صغير. لا. واحنا محتاجين نكون على نفس المصاف ده، ومش احنا مش اقل من كده. وعلى فكره حضرتك اذا كان احنا بنستورد الخام نفسه، احنا نقدر نصنع الخام ده حتى لو مش في كل حاجه؟ ما هو ده عايز يعني خبراء الادويه اللي هم اللي يتكلموا فيه اكتر. تمام. هم اللي يقدروا يعبروا عن موضوع ان انا تكون عندي النيوكلاس وانا اللي اصدر منها. وانا اللي املكها. وانا اللي ادي حق التصنيع للغير. نعم. دي فيها مشكله. في المصنعين يعرفوها كويس قوي. طيب. مش احنا المعالجين، احنا في الاخر معالجين. طيب. نتكلم عن مدينه طبيه في معهد ناصر. أيوة. نتكلم عن مدينه طبيه في 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 اسوان. نتكلم عن مستشفى 500 عظيم. اللي الربيع يجهز. نتكلم عن الخدمه الطبيه في مصر، لكن عزيز. التصنيع الدوائي ده له خبراءه يعني، ما نقدرش نفتي فيه يعني. طيب. علشان بس ما نخشش الخطوط الحمراء بتاعتنا. طب انا معاك حضرتك دكتور، يعني انا تقريبا خلاص وقت خلص، انا هستاذنك تقول لي احنا دلوقتي في العالم كله على وشك انه الى حد ما وباذن الله يعني وباء فيروس كورونا ده شويه يختفي ويبقى زي اي وباء جه ناخده التطعيم في اول السنه ولا في نص السنه وخلاص، زي الانفلونزا الموسميه بالظبط كده. بس لسه شويه قدامنا، لما نوصل ل 70 في 80% من التطعيمات نبقى نتكلم في الكلام ده. احنا برضو ما زلنا يعني نتحسس الخطى، لان احنا بنشوف نسبه زادت في انجلترا ونوع تاني جديد بعد اومايكرو بي 2، نوع تاني غير الاومايكرو. صحيح. تمام. فاحنا بنتحسس خطى، يبقى لابد من استمرار نظام التطعيمات وبنفس الوتيره وبنفس القوه. والناس بتتكلم دلوقتي في العالم على جرعه رابعه. يعني خلصوا الجرعه الثالثه، بيتكلموا على جرعه رابعه. فاذا كنا عايزين نحافظ على نفسنا يبقى ما زلنا يعني على الطريق، ولابد ان احنا نكمل الطريق. دكتور صلاح شرفتنا ونورتنا يا فندم في الحبتين الصغيرين دول، وارجو حضرتك انك انت تشرفنا تاني ونتكلم اكتر واكتر. هو كان موضوع حلقه النهارده، هو الحقيقه كان يسعدني لو احنا اتكلمنا في موضوع المدينه الطبيه اللي اشار بيها الرئيس في معهد ناصر، لان ده يعني اكيد حاجه مهمه جدا. يبقى محتاجين حلقه جديده ونتكلم في هذا الموضوع اكتر ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور صلاح نقيب اطباء شمال سيناء واستاذ كلية الطب، نورتنا وكل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهاردة في صفحة جديدة، وبكرة نفتح صفحة جديدة بإذن الله مع حضراتكم. تصبحوا على خير.